وللاطلاع على المشهد السياسي معنا عبر تطبيق زوم المستشار الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية الأستاذ شار جبور. صباح الخير أستاذ شار. صباح الخير أستاذ تيما، أنا رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب. أهلا فيك. كيف قرأتم كلام النائب جبران باسيل عن إنجاز بدء الحفر في النفط يعود للتيار الوطني الحر؟ طبعا هو يعني بحب يتبنى كل شيء لقله بالدولة، علما أنه شغلة الوحيدة أو الأساسية يلي يفترض فيه تبنيها هو الانهيار الذي وقع فيه لبنان، وهو انهيار غير مسبوق ولم يقع إلا في العهد اللي كان الرئيس جبران باسيل هو رأس حربه. للأسف الأستاذ تيما أنه عم يقعدوا اللبنانيين بسروة نفطية بالوقت يلي بددوا وسرقوا ونهبوا ثروات اللبنانيين وثروات ودائع اللبنانيين، ولبنان صار على الحضيض واللبنانيين راح كل جنى عمرهم. كل المخاوف أنا بقول لك صراحة من أنه هذه الثروة اللي عم يقعدوا اللبنانيين فيها أساسا لبعد 7 سنوات حتى تبلش إذا بدك يعني عمليا تكون موجودة بين إيديهم، كل الخوف أنه هذا الكلام عليها من اليوم حتى يعملوا عملية إطباق على هذه الثروة ويبددوها مثل ما بددوا ثروات الأخرى، لأنه هذه المنظومة لا يمكن أنه تقدر تسلم أي شيء إلا وما بتبددوا، وبالتالي التحدي الأساسي بإبعاد هذه الثروة عن منظومة السلاح والفساد وتحديداً النائب جبران باسيل. ما تقديركم استشار لتطور العلاقة بين النائب باسيل وحزب الله؟ هل برأيك وافق باسيل على انتخاب سليمان الفرنجي لرئيس الجمهورية؟ أنا بتقديري أستاذ تيما نعم، منذ اللحظة الأولى الذي تم إحياء الحوار بين الفريقين تراجع النائب جبران باسيل، لأنه سيد نصر الله لم يتراجع عن موقفه. سيد نصر الله بيعتبر حاله أنه هو رجل يلعب دور على المستوى الإقليمي والشرق أوسطي والعالمي وليس بمكانة أن يتراجع، على الجميع أن يخضع له. طبعا نائب جبران باسيل قرر الخضوع وأن يكون ملحق وأن يكون تابع، وكان أفضله بدل ما يعمل كل هذا السيناريو والعشر شهور يخضع منذ اللحظة الأولى لسيد نصر الله وأنه يسلم مفاتيح رئاسة الجمهورية هو. أما ما يعنينا نحن أستاذ ديما، لن نسلم مفاتيح رئاسة الجمهورية لسيد نصر الله، لأنه تسليم هذه المفاتيح يعني الكارثة والقضاء على جمهورية لبنانية وتحويلها إلى جمهورية ولي الفقيه في لبنان. النائب باسيل يضع عنواني اللامركزية والصندوق الائتماني كحجة لهذه التكويعة الرئيسية، وأنا من خلالك أستاذ ديما بسأله للنائب باسيل تخيل اللي بيستمع له بفكره أنه كان بالمعارضة الرجل يعني. له حكم 6 سنين، لماذا هذا التركيز اليوم على اللامركزية بهذا الشكل وبهذه المزايدات؟ أين كان في 6 سنوات الماضية؟ أنت مش بتقديرك وبتقدير اللبنانيين لو إجا الرئيس عون منذ لحظة دخوله إلى القصر الجمهوري ووضع عنوان اللامركزية كعنوان أول ودعا جميع الكتل النيابية والقوى السياسية إلى حوار في القصر الجمهوري حول اللامركزية، ألم تكن قد طبقت اليوم اللامركزية وأقرت اللامركزية؟ وين كان بس سنوات؟ ب6 سنوات كان عنده رئاسة جمهورية، كان عنده أكثرية وزارية، كان عنده أكثرية نيابية، ليش ما طبق اللامركزية؟ وبالتالي هذه نقطة سوداء تضاف للنقاط السوداء والكثيرة بلوحة مليئة بالسواد بعهد الرئيس عون، ما يجي يخبرنا عن اللامركزية عن صندوق ائتماني هو امبارح بعدهم طالعين من رئاسة الجمهورية. من يقر اللامركزية هو رئيس الجمهورية غير خاضع للنائب باسيل والسيد نصر الله، يكون متحرر من قيود الممانعة، وأول انتخاب يدعو إلى تطبيقه من خلال تشاور واسع مع الكتل النيابية في لبنان. هكذا تقر اللامركزية ولا تقر من خلال مقايضات ومن خلال صفقات يقوم بها النائب باسيل مع السيد نصر الله. أكثر إذا بدك أكبر جريمة ارتكبت في لبنان هي التفاهم الثنائي السيد نصر الله الرئيس عون. هذه جريمة بحق الجمهورية اللبنانية، بحق الدستور اللبناني، بحق المسيحيين في لبنان، وبالتالي حان الوقت لطي صفحة هذا الثنائي وسيطرته على السلطة وخطفه للدولة. نعم أستاذ شال، هل ما زال جهاد أزعور مرشحكم للرئاسة وهل تواصل مع الدكتور جعجع خلال وجوده حاليا بلبنان؟ بالحقيقة أستاذ تيما نعم، ما زال هذا التقاطع قائما والتواصل مفتوح، وبالتالي نحن بعدنا داعمين المرشح جهاد أزعور، لأنه نحن بالنسبة لنا لكل مرحلة إلا مقتضياتها. نحن عندما انتقلنا من مرشح المعارضة الصافي نائب ميشيل معوض إلى المرشح النائب جهاد أزعور كنا عم نبعث رسالة تنقول إنه نحن على أتم الاستعداد
للتوافق الرئاسي وما منتعاطى مثل غيرنا على قاعدة إما مرشحة وإما شهور وإما تعطيل المؤسسات مع بتعاطى الرئيس بري والسيد نصر الله وكل الفريق الممانع. بالعكس إحنا منفتحين على شخصيات رئيسية عند الحد المطلوب من استقلالي ومن عقل دولتي لقيام مشروع الدولي في لبنان، وبالتالي يعطينا إشارة إحنا مستعدين على أوسع تقاطعات لإنهاء الشهور ضمن مواصفات طبعا محددة، مش حيلا مواصفات ممكن نروح عليها، وبالتالي إحنا بعدنا داعمين لهذا التوجه. طبعا تغييرنا بيكون وفق المعطيات اللي ممكن تستجد على الساحة السياسية، يعني في حال عندما يعلن النائب بسيط والسيد نصر الله عودة اتفاق بين بعضهم البعض يمكن يصير هالموضوع بعد جمعتين ثلاثة أو أكثر، لكل حادث حديث يكون في المعارضة شو يكون عندنا خطوة إضافية. بس ولكن اللي بحب أكيد أكيد أنه المعارضة شو ما كان الثمن وين ما بدها تروح الأمور لا يمكن أن تسلم بأمر أساسي من غير المسموح أن تمر رئاسة الجمهورية عن طريق السيد نصر الله، وهذا أمر أساسي ونهائي. وبالتالي إذا لحقوا وجابوا رئيس الجمهورية يحكموا لحالهم وحينهزموا لحالهم مثل ما هني وصلوا البلد خلال هالعشر سنوات إلى مطرح ما وصلوا، نحن لن نكون إنقاذي، لن نقدم نفسنا كقوة سياسية لننقذ البلد عن طريق فريق أوصل البلد إلى ما وصل إليه. شكرا لك استاذ شارل جبور. مشاهدينا فاصل اعلاني ونعود وحلقه جديده من برنامج الحدث مع الزميل ادم شمس الدين.